غيتا من الدار البيضاء. غيتا صباح الخير. صباح النور لاله. اهلا وسهلا، مرحبا بك. الله يسلمك. الله يبارك فيك. اول مره كتصلي بنا غيتا؟ لا، عده مرات. نعم، غير الصوت ربما غاب عليا. مرحبا. ماشي مشكل. واش كون بركه مسعوده؟ الله يبارك فيك. عليكم على جميع المستمعين. مرحبا. بارك الله فيك. نقدم لك ياغورت ناجح 100%. انا كنجر دايره عده مرات. انا فقط اللي كنطلب من السيدات ان يعني يطبقوا الوصفه كيما ما هي، يعني ما نزيدوا ما نقصوا باش تخرج لنا الوصفه. فينو انا بقينا كنبدعوا من راسنا، راه ما تعطيناش الوصفه هي هذه. نعم، كتقدر او كتلقاي شي استيس اللي كينجح لك الوصفه. يعني كذا. عندنا لتر ديال الحليب. لتر ديال الحليب. ياغورت فاني. ثلاثه المعالق ديال حليب بودره. ياغورت فاني وثلاثه المعالق ياغورت كبار حليب. كبار حليب بودره. وجوج معالق على حسب الذوق، جوج معالق حتى لثلاثه ديال السكر كبار. كناخذوا نصف لتر من الحليب كنديروه في كاسرول وكنديروه على النار ابين يسخن. يعني ماشي يفيض ولا شي حاجه. يلا كديري كتحطي الاصبع ديالك كتحسي يدفع. في اناء اخر كناخذوا نصف لتر من الحليب المتبقي كنزيدوا عليه كوب ديال الفاني ديال ياغورت فاني. كنزيد كنحلو في داك الحليب كنزيدو عليه ثلاثه المعالق. هذا الحليب البارد. الحليب البارد كنزيدو في داك الاناء الياغورت فاني كنزيدو عليه الحليب بودره كنزيدو السكر كنحلو كل شيء بفرشه ولا بفوي. من بعد كنديروه في الخلاط الكهربائي. في هذيك اللحظه اللي كيكون الحليب يلاه كنقيسو كنلقاو دفا، الى لقيناه سخن كنخليوه يبرد شويه. كنردو على كنكبو حتى هو على في الخلاط مع داك الخليط اللي درنا الاول. وكنضربوه مزيان جهد واحد 3 حتى 4 دقائق. من بعد كنكونوا موجدين الكؤوس اللي غادي نصبوا فيه الحليب ديالنا. وكنكبوه. ملي كنكبوه كنجمعوه، يعني كنضيفوا هذاك بلاتي كنضيفوا هذاك اللي غلينا شويه على هذا الخليط هذا. ما كيتغلاش والله. لا زعما اللي دفينا بغيت نقول. كنكبوا عليه ملي كنضربوا واحد 3 حتى 4 دقائق مزيان في الخلاط الكهربائي كنكونوا موجدين الكؤوس ديالنا. كنصبوا فيه داك الخليط وكيكون عندنا الفران مثلا كنكونوا كنطيبوا الخبز ولا الكيك ولا اي شيء. وملي كنوجدوه صافي اون فوا كنساليو داك الشيء اللي طيبنا كنطفيو الفران كنجمعوا داك الكؤوس في شي بلا شي اناء اللي كيكون قابل اللي يدخل الفران. وكنحطوه كيكون الفران عندنا طافي ولكن كيكون عندنا سخون. وكنسدو الفران كنخليوه حوالي ساعه كيخرج. والله اختي نعم انا مجربه هذا. هو كيجي بحال رايب ديال الزنقه تماما. لا ماشي رايب. انا جاني بحال رايب ديال الزنقه بحال ياغورت اللي شاريه من الزنقه ولكن كيكون عاقد. شتي تكبي الكاس. نعم هو كيجي عاقد. عاقد ما فيه لا ما لا حتى شي حاجه. ماشي بحال ياغورت مثلا حيت انا مجربه هذه الطريقه ولكن لوكو ديالو كيجي بحال الرايب اللي عاقد اللي كنشوفو من الزنقه وكناكلو مع حريشه وهذا. يعني تا هو تيجي بحالو تماما. غير هذا كيجي عاقد مزيان. يعني تزيل الكاس وتكب فعلا ما كيجيش محرحر. من بعد ملي كدوز ساعه كتدخلي للثلاجه كيبرد تحلفي عليه ياغورت شاريه. طبيعي. هذه الوصفه هذه انا مديرها ومجرباها عده مرات. نعم تبارك الله عليك لاله غيتا.